فنزل قصد الدين عديل قصوا ما فيلك لك. وانا دار اذكركم لان السودانيين من عادتهم بينسوا بس دار اذكركم لما كان بيغشوكم في القيادة العامة في الاعتصام الواد داك اسمه الاصم وجو كله ما عارف كان وين النازل جو برد ضرب وقعوا في لحظة واحدة واحدين كانوا سواقين اظن في اليو ان واحدين كانوا وين برد ضرب ظهروا في لحظة واحدة غشوا الناس في الاعتصام الناس مرقوا قالوا عشان الجوع والعطش وكذا ورانهم حكم الله في ذلك لكن جوديل استغلوا الحشد بتاع الناس في اعتصام القيادة وخدعوا السودانيين يا جماعة قالوا نحن كقوى حرية وتغيير وكتجمعات علمانية وغيره ما جينا عشان نحارب الدين يا اخواننا ده معنى كلامهم ونحن قصوا الدين ده ما حيمرق من السودانيين لو جاء الشيطان ذاته ما بشيله من السودانيين وكذبوا على الناس ونحن الوقت داك عملنا محاضرة في القاعة اسمها كشف حقيقة الحرية والتغيير وفي ناس صدقونا وفي ناس كذبونا والليلة الحمد لله أي زور صدقنا كلامنا القبيل قلناه وما غيرناه ولا غيرناه الحمد لله نحن الوحيدين اللي ما غيرناه لأنه إحنا ما سياسيين ولا طمعانين في كرسي سلطة يا إخواننا نحن دارين الناس زال يمشوا مع ربنا تمام وأي زول بيهبش الدين نحن بإذن الله بننجمه بننجمه ما في كلام تمام فدار أذكركم بس كلام غشوكم به قالوا لكم نحن والله طبعا العلمانيين والشيوعيين قالوا نحن ما عندنا أغلب والدين ده قال كان جاء الشيطان ذاته ما بشيله منكم ومن أنجد الأجندة بتاعتنا ذاته إنه نحن يعني نهبش الدين وإلى آخره شغل كده المقطع رقم واحد وهو بعد ذاك 10 عجيب الواد ده ذاته ولن يعود الجوهر الإسلامي عشان تخرج تكتز الشعب السوداني بالدين الإسلامي لو جاء الشيطان ده طلع في شكل زول كده ما بيقدر يشيل الإسلام ده من الشعب السوداني لأنه دي عقيدة الشعب السوداني الغالبة ما بيقدر يشيلها منه دي نمرة واحد نمرة اثنين هو الحرية والتغيير ما جزء من الأجندة الأصلا مطروحة أصلا موضوع الدين والدولة ده ما جزء لأنه إحنا ما ناس منتخبين إحنا ما ناس بنحترم الديمقراطية برضه إحنا جايين لأنه دايرين البلد دي تبقى ولا الديمقراطية ما في زول يفرض على زول حاجة حاجة لما تجي من الشعب السوداني ما في زول يفرض على زول حاجة إنه يبنى إحنا مع الديمقراطية عشان كده قضية الدين والدولة دي بيحسبها الشعب السوداني لما يصوت له لبرلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية البرلمان المنتخب ده يقعد يجيز له دستور دائم الدستور الدائم ده بعد ذلك يناقشوا فيه موضوع علاقة الدين بالدولة عشان ماذا ما يقعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام فارغ احنا ما جزوا من اجندتنا ولا قاعدين نتكلم عنه اصلا الكلام ده كذب ولا ما كذب؟ الناس دي هبشوا الدين ولا ما هبشوا؟ وفرضوا على الناس زي ما فرض الجراج بالرجالة جاب له منهج قطعوا من دماغه ده والرجالة قال يدرس ده القراي وقال لو الحكومة شالت المنهج بتاعي أنا بمشي غور الله لا عدل قال ولا ما قال وديل هنا كذبوا على الناس في القيادة الكلام ده باعتصام القيادة قالوا ما من أجندتنا أصلا الدين وجا الشيطان ما ينزع الدين من الشعب السوداني ديل كذابين ولا ما كذابين كذابين ومنافقين ومجرمين وغشوا الشعب السوداني وبقى ما عندهم شغلة إلا الدين بالمناسبة لا عندهم شغلة بالدقيق ديل العطالة ديل لا عندهم شغلة بتوفير البنزين لا عندهم شغلة بالدواء لا عندهم شغلة بالعلاج في المستشفيات بس مسكوا الدين ده قالوا نقطع حتة في قلوب الشعب السوداني ده هو الحاصل الليلة وأنا دار أعاتب السودانيين يا أخواننا ما ممكن أي زول كذاب منافق مجرم يجي يغشكم يا أخي تصدقوا وينجمكم بكرة بعد بكرة تاني يجي واحد كذاب ومنافق أكتر من ذاك وينجمكم تاني ويجي واحد ثالث تاني ينجمكم ليتين يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين انتوا اتلدغتوا كم يا شعبي يا سوداني قبل ما هبش العلماني ده هبشكم انتوا ذاتكم والغريب غشوا الناس
ناس ملقطين ساكت بالمناسبة، ما عندهم أي قيمة ولا أخلاق ولا وزن ولا دين. يغشوا الناس، نحن ناس كفاءات. أنا بتكلم على الأحزاب دي اللي غشوا الناس في القيادة، ونحن حنجيب إن شاء الله كفاءات. أكبر كفاءة جابوها واحد لواطي، كفاءة عالية، كفاءة عالية. جا من وين؟ من وين؟ من النرويج. لاعب محترف في اللواط، قال أنا بمثل الجالية السودانية بتاعت اللواط في أوروبا. السوداني طلع بتاع اللواط آخر الزمن، والناس بعينه، وما في زول قادر ينكر ويقول اتقوا الله. الناس خايفين. أنا ماشي وشغال في إجراءات تصديق عقد الصداقة، والله يا جماعة بيرجفوا بيرجفوا كرر بيرجفوا. أنت خايف من شنو؟ أنا ضرارب. الناس دي خايفة من شنو يا إخواننا؟ خايفة من شنو؟ الناس جابوا لك صورة، قالوا دي صورة الله، داري يدرسوها لأولادك وبناتك جوا عينك في سنة سادسة كتاب التاريخ. في شنو تاني ذاته بعد ده؟ في شنو؟ وروني ضلال ولا إلحاد ولا زندقة أكبر من الكلام ده. وروني، تعالوا تعالوا وروني. وبيتحدوا فيكم، ولو جو تاني بكرة باسم تاني تجمع كده قوة الثورة بغشوكم تاني. والله يا اخواننا ما تتبعوا الاحزاب دي، ما في حزب نافع والله اطلاقا، والاحزاب دي هي ضيعت السودان يا اخواننا. طيب